سيد الدين منعم الأكبر في الشرق العالم. أنا لينا وأنا وأنا العروسة ميمي. أنا رح أشارك معهم في الفيديوهات وأصنع أكبر علبة فشار بالعالم. شو يلانا منحتاج عشان نصنع الفشار؟ بدنا كرتونة كبيرة ولون أبيض ولون أسود ولون أحمر، وبدنا كمية كبيرة من الذرة فشار. ماما وميمي هيساعدونا بأكبر ذرة فشار، وخليكم معانا عشان نقص الكرتون. يلا تعالوا خليكم معانا، يلا نبلش سوا. وهي الكرتونة عشان نحط فيها الذرة فشار، والورق الأبيض والورق الأحمر والمقص والذرة فشار. نحط كمية كبيرة في الفشار من الكرتون. أنا كتير متحمسة عشان نحط الذرة في الشال والقطعة كبيرة. يما فشار كتير، يلا نعمل جبل من الذرة في الشال. نعملها زي اللي هان بالصورة. هاي أنا قاعدة بجهز الكرتون عشان نهان نعوجها ونعمل زي الذرة في الشال. خلاص ماما طلعت، خلاص شو هذا بتعملي انت يا لولو؟ هذا بقص الكرتون عشان نعمل اكبر فشار بالعالم. ايه انت وسختي كل اشي، كل اشي انت وسختي يا لولو، ماما حتزعل. بس عشان نعمل اكبر فشار بالعالم للمتابعين، هلا برتب كل اشي بس نخلص. خلصنا اصل الكرتون، نجمعهم مع بعض ونحط نلزق الغلاف الابيض وهذا الورق، شايفينه هذا نعمل هيك ونحطه هيك زي ما هو مبين عندكم بالصورة. يلا خليكم معانا عشان نلزق الكرتون. يلا يا ميمي استعدي يا ميمي. حاضر يا لولو انا مستعدة معاكي. مرحبا، انا هون مش مبينة من الكرتون عشانها طويلة، واحنا وميمي خلصنا كمية الكرتون كلها، والابيض نلف حوالين الكرتونة وعشان تبين بيضة، ونحط نقسمهم هيك ونحطهم هيك. هلا بدنا نلفها بالابيض بالورق. وين انت يا لولو مش مبينة؟ معني انا هنا يا ميمي. احنا هنا غلفنا بالغلاف الابيض، بس ضايق نحط الخطوط الحمراء عشان تطلع زي اللي هنا رسمه اللي زي نحط هيك، يعني احطوه باللون الاحمر للورق. طبعا ميمي هي وصلنا الورق الاحمر. طبعا يا لولو انا راح اقص الورق الاحمر عشان تحط الخطوط الحمراء على علبة الفشار. خليكم معانا نشوف كيف نقص الورق الأحمر. هنقص هدول الأشرطة عشان نلزقهم هنا هنا ونخلص.
بس ونفرجيكم الظروف الشهر أكبر ظروف الشهر في العالم. مين ساعدتني بالهذولة اللي أشحك عشان نعرف القص، وهذولة ننقصهم كمان عشان يصيروا زي الظروف الشهر اللي عندكم. كثير مبسوطة أنا لا تنسوا تحطونا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان جد تعبنا كثير. وهيك خلصنا من تشريط القشرة تلزيق الأشرطة، ضايل تلزيق واحد، ضايل تلزيق آخر شريط. طبعاً إحنا وميمي اتخذنا كل هذا عشان النتيجة طلعت كتير حلوة، وهيك عبة الفشار صارت جاهزة. هلقيت مرحلة طبخ الفشار. أنا وميمة نطبخ الفشار، بس خليكم معانا. يلا يا لولو حط شوية شوية في الطنجرة. نطبخ هذه الكمية بعدها نكمل. هلا نستناها تفرقع وتكبر. هاي بدأت تتفرقع. أعطيكم معي مرة نصغرها. أول ترى جارت ظرف الشهر هنحطها بالصندوق. زاكية أعملها. أول ترى فشار ما لسه تحت ما وصلتش. يلا نعمل كمان نعبيها. يلا نعمل كمان طنجرة ظرف الشهر عشان اعمليها كلها. هاي تاني طنجرة ظرف الشهر. يا سلام تعطيها كلها. شوفوا ما احلاهم زي اللي بيلعبوا زومبي. يلا ارجو. طبعا بنا خلص استنى كل الظرف. هاي تاني ظرف، تاني طنجرة الظرف. يلا وهي
يلا اتقفل فتش نور خلص. طيب انا فيك نور. اي خايف استنجا الدورة في الشهر. سمع هذا مع بس مع موت يا بابا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا